معاي عبد الله، احنا رايحين على منطقة شلال. عبد الله راح يحاول ينط من هناك. راح ينط عبد الله رأيك ولا مش راح ينط عن الشلال؟ طريقنا على شلال وادي جيلبون. رح نوصل للشلال وزي ما قلت لكم عبد الله رح ينط، رح يحاول ينط عن الشلال. ارتفاع الشلال 28 متر. شكله ضعنا يا جماعة. عبد الله ضوعنا. بلشنا بالليلة بس احنا وين؟ احنا ضايعين. هتشوف thousand years later. طيب يا جماعة الخير، هاي أول تجربة فاشلة كانت. غلطنا بالإشارة. كان لازم نمشي على الإشارة الليلكية. فاختفت الليلكية، ما عرفناش حالنا وين صفينا. جينا على إشارة اللي هي زهر. هيك إسا عم نضطر نعود نرجع. نرجع على الطريق الصحيح. نص ساعة كنا غلطانين بالطريق. عودنا وصلنا للإشارة الصحيحة ولسه إحنا بطريقنا ونزولنا للوادي لتحت، ومش راح يصير في كمان أغلاط. خلص لازم نضلنا ماشيين على العلامة نفسها. اللي يعني عم بيسأل لإيش هاي الفوطة، هي عشان أنشف العرق. على اليمين. على اليمين. اكيد. روح مش رح نخسر اشي. اسمع لما نكمل، انا شفته هذا النسور من فوق. هذا النسور اللي ميت. بلشنا نروح لغاية. امشي امشي امشي. امشي. في صوت واسمع. شو مش سامع؟ سامع؟ اسمع صوت
معك وعدي. اخيرا وصلنا الشلال بعد ما ضوعنا عبد الله نص الطريق. بدنا نعاود نرجع نفس الطريق. لحظة معينة ودراسة الموقع اللي راح ينط منه عبد الله. حساب المسافة والبعد والارتفاع وين موقع سقوط عبد الله. تأخذ معك البوكو. بعد ما قطعنا تقريبا مشي 45 دقيقة ساعة زمن وصلنا للشلال، وصلنا للبركة. عبد الله بالوقت الحالي طلع لفوق على اساس يلاقي محل يقدر ينط منه، وبعد مش متراجع وحابب ينط، فخلونا نشوف اذا كان رح يقدر ينط ولا لا. وتقولنا بالتعليقات اذا كان الاشي حلو ولا مش حلو، مين بيقدر ينط زي عبد الله. بس اذا بدك تنزل مش تنزل على واحد من الدول. عبد الله بعد ما نط النطة الأولى تحمس أكثر وصار بده يطلع ينط كمان نطة، فهسه رح نستناه عبال ما يطلع ويحضر حاله يلاقي المكان الثاني اللي بدنا ينط منه.
وخذ معك البومبو. خذ معك البوكو. شو رايك بالتجربة هاي؟ تعال تعال حلوة حلوة حلوة. بتعيدها؟ شو السر؟ دوقت شو السر؟ بس تنعاد تنعاد. بس الارتفاع كان عالي كتير. الأولى كانت منيحة، الثانية كانت كتير عالية. عالي منيح، عالي عالي كانت مبين. يلا بس هيك انت حققت حلمك، خلصنا. ما تضلوش بنفسك. خلاص من زمان بنفسي وسويناها. يلا بس كانت تجربة حلوة، مبين عليك تعبت انت على الاخر. هسه الرجعة تعبتك بزيادة. كل طلوع وكل طلوع. قربنا نوصل شوي على السيارة وبنوصل. وهون بنكون وصلنا لاخر الفيديو تبعنا لليوم، بس لا تنسوا انه خلينا كاميرا الجو برو موجودة بقاع البركي، فراح نتركها لفترة 3 ايام. واللي حابب يسمع القصة كاملة يتابعني للأسبوع الجاي، راح يعرف كل التفاصيل لعملية الإنقاذ. ليه عم تعرج؟ إيه؟ ليه عم تعرج؟ لا شو تعبان؟ بس تعبان أكيد؟ أوه.